قائد على الجهة اليمنى للعلاوة. هاي كرة، هاي صعبة، هاي الأرضية خطيرة. جول على العميد. فلما أحكمت حلقاتها فرجت، نعم فرجت بأول أهدافات المباراة. ألم أقول لكم أنه هو المشوش؟ ألم أقول لكم أنه هو مزعج؟ ألم أقول لكم أنه هو الذي سيأتي بهدف الأول لمصلحة العميد؟ قلت لكم أن محمد حايف هو الذي سيأتي بالهدف الأول لمصلحة نادي مولودية الجزائر قبل نهاية هذا الدرب بأربع دقائق. نعم محمد حايف يحرك شباك اتحاد العاصمة هنا بملعب عمر حمادي ببلوغين يا سادة يا كرام.